نظمت جمعية المدربين والمكونين في كرة القدم بالجهة الشرقية يومي الجمعة والسبت 18 و19 من يناير 2013 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة، دورة تكوينية حول تأطير المنشطين الرياضيين بالجمعيات والأحياء. الدورة أطرها الأستاذ ناصر لرقيط الإطار الوطني مدير أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. عن هذا الملتقى التواصلي والتأطيري يقول الأستاذ محمد مرسلي رئيس الجمعية: الرحمن الرحيم. مرسل محمد رئيس جمعية المدربين المكونين بالجهة الشرقية. الفكرة نتاع تأسيس الجمعية جا يعني من واحد السنتيمون، واحد الإحساس من عند المتدخلين في مجال كرة القدم بالجهة الشرقية بأن مؤطرين في هذه الجهة نسبيا نسيين وناقصين تأطير. تكونت هذه الجمعية في لو مو دو مارس، ومن بالاهداف ديالها اولا ان الجمعيه تكون همزه توصل بين الاطر اللي موجوده في الجهه، يعني نقص تواصل الاولى. المساله الثانيه لانفورماسيون، المعلومه في اطار في مجال التدريب يعني غائبه، الا هي قليله ولكن لم نقل غالبه في بعض الاحيان، وما كتوصلش بطريقه سريعه وفي الوقت ديالها بالنسبه للمؤطر، بحيث انه كيكونوا مجموعه من لي ستاج كسو نيفو تاع لا ليغ ولا تاع لا فيدراسيون، والاخوان ما كتوصلهمش لافورماسيون. سو كيفي كان سيرت رطار بارابور مثلا ريجيون بحال الغرب بحال هادي، كتلقى لافورماسيون كتسيركيلي رابيدمون. لهذا الجمعيه غتكون واحد القناه اللي غتوصل لافورماسيون في الوقت ديالها بالنسبه لهذا المؤطر. الهدف الرئيسي بالنسبه للجمعيه هو تطوير المؤهلات نتاع المتدخل يعني التقني في مجال كره القدم، يعني من الاحياء، من المنشطين ديال الاحياء حتى المدربين تاع النخبه. وهذه كان مور التاسيس نتاع الجمعيه درنا واحد لقاء تواصلي مع مختلف المتدخلين، وعدناهم بانه غنديروا لا بروميير اكسيون ديالنا غتكون لفائده لي زانيماتور اكسوا في لي اسوسيسيون الجمعيات اللي مندوبينش تحت لي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وكذلك بالنسبه لي زانيماتور دو كارتي. علاش؟ لان لا بلو كروند ماس، يعني العدد الكبير تاع الممارسه تاع كره القدم كاينين في الاحياء وكاينين في الجمعيات. يعني حسبتين مؤخره في الزاديرون في لا فيدراسيون رويال الماركون فوتبول 17 18 000، ماشي رقم كبير بارابور ل 36 مليون مغربي وبارابور الكم الهائل الممارسين اللي كيلعبوا كره القدم في الاحياء وفي في 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 الجمعيات. اذا هاد لي مسال لي بينيفول يعني اللي كيبذلوا مجهودات كبيره على مستوى الجمعيات وعلى مستوى الاحياء، يعني اقل ما يمكن يعني اللي ندير لهم دورات تكوينيه. علاش؟ لان هما غالب احيان كيديروا ان ترافاي دانيماسيون في التدريب، كيجي مقابله في كره القدم 3 4 4 5 5 سيسارات لا راه كيف في هذا الكاتيجوري داج اللي كيتعاملوا معها بزاف، اللي هي ما بين 8 سنين حتى 14 عام، مهمه بزاف، وهي اللي في هاد الفتره سكون ابيل لاج دور لاكيزيسيون تاع لي زابرونتيساج. هاد الفتره الدري اللي يقدر فيها يتعلم وعنده قابليه كبيره انه يتعلم كره القدم. مع الاسف تفخين كره القدم ماشي مع الاسف بالنسبه لي زانيماتور دو كارتيي، لانهم يعني ناقصين من الناحيه العلميه في هذا المجال، وخصهم يعرفوا بانه
كاين واحد الخاصيات نتاع هاد لي كاتيجوري داش اللي خصهم يحترموا كسو في الجانب التقني او الجانب البدني او الجانب النفسي السيكولوجي اللي ما عرفناش حنا بغينا نوصلوا لهاد لي زانيماتور الكاتيب ان بلوس هذاك لو طرافال اللي كيديروا تاع لانيماسيون تاع لي بتي ماتش كاين بوسيبيليتي بالنسبه ليهم الا خداو معلومات تصبغه بيداغوجيه ديداكتيكيه من حيت على لا ميثودولوجي دونطريمون يقدروا كون ميم يزونسان لو فوتبول ماشي غير الانيم يعني يعلموا كره القدم على قواعد علميه ومن هنا كتبان الاهميه تاع اتحاد هذا اللقاء. علاش لانه ما بغاش يقرا عندهم؟ علاش انا تجيب له هذاك العام؟ اذا كان هو عنده المستوى باش يدخل هذه المؤسسه نوفروا له كاع الامكانيات باش يقدر يتطور في الدراسه وهذا، علاش نحرموه؟ وفي تصريح له للجريدة تحدث الأستاذ ناصر لارقيط عن القيمة المضافة التي جاء بها مشروع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعن واجب المكونين والمؤطرين. لنتابع. ناصر لارقيط مدير أكاديمية محمد السادس كرة القدم. احنا مسرورين بعد المبادرات النهار التكويني اللي دارتو هاد الجمعيه ديال المؤطرين ديال هاد الجهه. حنا اللي كنتمناو بلي هاد العرض اللي درنا يستافدو به المؤطرين، بغينا نبينو بواحد الطريقه زعما بسيطه اللي هاد المشروع ديال الاكاديمي غادي يعاون زعما كرة القدم ديال الشبان في بلادنا، وعطينا الطريقة باش بدينا هذيك الخدمة لأن كانت عندنا واحد الرؤية، كانت عندنا واحد الاستراتيجية، وكان عندنا واحد الأهداف. اليوم الحمد لله في 3 سنين ديال الخدمة وصلنا بعدا بزاف ديال الأهداف، لا في الدراسة لا في كرة القدم، اللعابة اللي خرجوا دابا من الأكاديمية على 18 عام مع الفرق الوطنية ديال الشبان في البطولات هي، وحتى في الدراسة الحمد لله زعما وصلنا واحد المستوى اللي يكون واحد الخدمة بمعقول وباحترافية كنقدو نطلعو المستوى ديالنا. هذا دابا غير واحد حنايا اليوم الأكاديمي نقطة فواحد البحر كبير، وكنتمناو كاع الناس اللي كانوا هنايا المؤطرين يكونوا في الأحياء ولا في الجمعيات ولا في الأنديات ياخذوا زعما يوعاو باللي هاد الخدمة هادي هي اللي غادي تجعلنا غدا نكونوا أقوياء على القارة الإفريقية إن شاء الله. علي علي علي